بعرف شو هي مشكلتك انت. قلي علي حاجة غابة، تركني واهدى شوي. بشو عم تهددها؟ انا ما عم هدد حدا، روق شوي على حالك. لكن ليش وافقت تعمل هيك؟ شو بك سركت؟ احكي. ناطرك تحكي ورح تحكي. يلا علي، ما تجبرني احكي. اذا ما رح تحكي بدفنك بارضك. حاجتك، انا ما قلت لك انه نحن سوا؟ يا براك هي اللي حكت، روح واسألها. سكتت مشان ما زعلها. كل شي طلع كذب كذب. علي اسمعني منيح، انا رح ضل ساكت. عم قلك ما تجبرني. نحن ليش اجينا لهون؟ ما بدك جواب؟ الجواب هون؟ ايه هون. يلي عم تدور عليه وخسرته. ليك ما رح ارجع اسأل. علي لا تضلك واقف، عود لنحكي. رح عد لثلاثة يا اما. خلص ما رح نطول كتير، عود عود عود. شو هاد؟ راهب. علي ابني أنا عشقان. هو عشقان يا براك، عشقانة لدرجة بيضل خايف يخسرها وخايف يعترف لها بحبه الكبير كمان. ايه علي، امتى بدك ترجع على الفريق؟ رح ارجع بس يطيب جرحي، وعد. يلا رجع بقى، اشتقنا لنلعب مع بعض. اكيد رجع. يلا ماشي، نحن رايحين. سلام، شوفك. منشوفك. الله معك. صاروا ثلاث صفحات وانت ما بدك يا براك تعرف هالشي بهالطريقة. ابني انا وقع بالحب وبحبها ليا براك كتير كمان. قالت ابني يمكن لانه بتحبك مثل ابنها، بس المهم انه فهمت مشاعرك او انت شرحت لها. طيب يا براك تعرف بهالحكي؟ شقيت الصفحات قبل ما تقراها. شكرا لك. لو الموضوع عليك شو بدي اعمل؟ رح اعمل كل شيء ممكن اني اعمله لحتى انت تعترف. يعني هون في اعتراف جاهز فيني بخليها تقراه. يعني شو بدي اقول لك؟ انا كمان ممنون لك. هذاك اليوم كنتم مع بعض، انتم ما شفتوني، كنتم مفكريني بالسجن، ووقتها اجتمعتوا كلكم لحتى تنقذوني. وقتها صار عندي رفقات جداد، بس طبعا صداقتي من طرف واحد مثل حبي ليا براك بالضبط. كون مرتاح، ما في دين بين الرفقات بنوب. اذا انت عن جد مثلنا ومالك حابب تتصرف مثل الغبي وفعلاً حابب تكون قد كلمتك، ليش عم تتصرف هيك من لما اجيت؟ احكي. انت خربت لنا حياتنا كل الوقت. كنا احسن لو لوجود يا براك، ما هيك؟ اي لو ما كانت صح. طبعاً منيح انه موجودة. طبعاً لو ما كانت ما بحس إني بقدر أكون مع غيرها. هداك اليوم كان بدك تقلي شي، قوله هلا ولا تخبي. هداك اليوم كنت بس أنا اللي بعرف، هلا الكل اللي بيعرف. أنت كمان ما بدك تسمع من حدا ما بتصدقه أبداً. سأل حدا تاني، أنت بتعرف منيح. بتعرف منيح من لازم تسأل.
ايه بعرف. كيفك يا براك؟ منيحة. لو سمحتي خبريني شو القصة؟ في قصة مهمة، يعني على الأقل مهمة بالنسبة إلي، وأنا حابة أحكيها معك. أنتي وباريش بتحبوا بعض، مو هيك؟ بالحقيقة نحن عم نتظاهر بهذا الشيء كله تمثيل. ما فهمت القصة بتخص دفتر المذكرات، ولهيك كل القصص تخربطت. مشان هيك أنا كذبت لحتى ما أزعج العلي. بس هاد الشيء ما فاد علي أبدا. علي عم يعاني كتير، بتعرفي هالشي؟ نحن كلياتنا رفقة وقراب من بعض من وقت كتير طويل، ما مندخل حدا لحياتنا، بس علي خايف إنه ندخل حدا جديد لحياتنا ويخربها. يا براك أنا عم أسألك عن سبب حقيقي. إنه بظن إنك بتعرفيه، أو على الأقل توقعتي. أنتي على شو عم تلمحي؟ فهميني. يعني كان في شي تاني؟ أنا في شي ما فهمته وحسيت رح تنحل الأمور إذا بحكي معك، بس هلأ عم شوفك وكأنك ما بتعرفي شي. بنو أنتي عن جد ما بتعرفي شي يا براك؟ ما بيصير هيك، ما فيكي تعرفي هالشي مني، لأن ما فيني فسر له لعلي كل عمري. أنا ما إجيت وما حكينا عن شي، تمام يا براك؟ لو سمحتي احكي بسرعة، شو يلي قصدك من هذا الموضوع كله؟ يا بنتي انتي عم تخبي شي عن علي، وعلي كمان عم يخبي عني. لا تسأليني لو سمحتي. استني خال، أنا عن جد آسفة يا براك. أنا شفتكن عم تطلعوا ببعض أنت وياه. على مين عم أطلع؟ أنت عن مين عم تقصد؟ علي شكله عنده قصر نظر بعد ما وقع بحبك. يا بنتي أنت عم تخبي شي عني، وعلي كمان عم يخبي عنك. لا تسأليني لو سمحتي. أنسى يا براك؟ عدي وخليني أشوفك ونحكي. بلا هاليوم حبيبتي بنتي، تعي لهون عم بحكي معك، بدنا نسألك سؤال. شو أنتي ما بتسمعي؟ ماما أنا شو حكيت هلأ؟ قلت إنه أنا ما بدي أحكي، خلصنا بقى، ما بدي أحكي، موجوعة خلص، حلو عني بقى. يا أنا بدي ضل لحالي بغرفتي لو سمحتوا، تركوني بحالي بقى، تركوني بحالي. أويا شو عم بيصير مع بنتك؟ لو سمحت اطلع لبرا. وعم تحكي بوقاحة كمان، إذا ضليت عم بتطلع فيكي بحس عيوني رح تنعمي. عم قلها تطلع لبرا. لك أنت مو شايف حالتي، عم قلك اطلع لبرا، خلص لو سمحت اطلع. كان معي حق؟ ما بعرف، ما بعرف، اطلع حل عني يا بنتي.
شو بك حبيبتي؟ قولي لي شو في احكي لي. من ايمتى رحنا منقلي على ضيوفنا يا بنت؟ لو سمحتي ما طايتي، رح يسمعوكي الجيران، هيك ما بصير يا بنتي، روقي شوي. تونا ما بصير توقف هيك، عود ارتاح يا ابني. هي غرفتها إلها، مع حق. هي فازت بالشرط، أنا رح نام تحت اليوم. خلينا نطلع، هاد أحسن شي منعمله. طيب تمام. أهلا وسهلا باريش، تفضل. صباح الخير خالتو. صباح الخير حبيبي، كيفك اليوم؟ شفت تونا بس طلع هلأ، أما يا براك ما شفتها وما عم ترد على التليفون، في شي مشكلة؟ والله ما طلعت، ما بدها تروح على المدرسة. شو يعني؟ قفل الباب، ما عم بقدر فوت، وعمك تامر راح أنطاليا من الصبح، أنا ما فيني أتعامل مع البنت لحالي بنوب، رح تروح دراستها وترسب، أكيد رح ترسب من ورا الغياب تبعه. فيني حاول أنا؟ يمكن يطلع بإيدي إنه أقنعها. أكيد، جرب. يا براك، يا براك أنت تأخرتي، الوقت عم بيروح، لو سمحتي خلينا نطلع. باريش روح، ما بدي أحكي. يا براك رح تروح عليك السنة، لا تجني. روحوا من هون، عم قلكن ما بدي أحكي. خالتو أويا تسمحي لي؟ عمل أي شي لحتى طلع من جوا باريش. يلا يا براك رح أكسر الباب. باريش ما تفوت، قلت لك لا تفوت. يلا يا براك، يلا بسرعة. أنت منيحة بنتي؟ يلا قومي غيري تيابك. ما عنا وقت خالتو أويا، تلبس بالمدرسة. لحظة، طيب أنا رح جيبهم، استنيني شوي. باريش ما بدي روح. أنت ما حدا سألك بدك تروحي. يعني أنت مصيبة علي؟ أي أنا مصيبة عليكي مثل ما بدك، يلا. شو عم تعمل؟ باريش تركني، باريش رح ساوي هلأ شي ما بيعجبك، عم تفهم علي؟ طبقة من زمان أمي لك كلمة، عم حذرك لآخر مرة، باريش نزلني. خلاص حاجة تنق. أي أي يا عم تعطي؟ خلاص يا ربي، كل شي بالغصب. أي نعم، هيك بينفع معك. خلاص عم قلك نزلني بقى. هذا هو الحب. ما بدي فوت على الصف وأحضر، خلاص تركني بقى، ما بدي. مو بكيفك يا براك. لك عم قلك تركني، شو دخلك فيني؟ خلاص انت لأمتى رح تضلي تعملي هالشغلات هي؟ فاهمينك شو بدي أصلا؟ انت شو دخلك فيني بقى باريش؟ يا براك إذا رسبتي هالسنة أنا رح أرسب كمان، فهمتي أنا شو عم قلك؟ اسمعني لآخر مرة، عم حذرك رح تشوف مني شي ما بيعجبك. ها طيب وأنا ما رح صدق هالشي لآخر مرة يا براك؟ إذا مو اليوم ما رح أجي بكرة. جيبك مثل اليوم. أيوة أخذتك يعني رح تمل. يا براك رح أجيبك كل يوم، إذا اضطريت رح أعمل هيك، فهمتي؟ وما رح استسلم. يلي عم تعمله هلأ بيسموه حجز، عم تفهم؟ لا بيسموه الحب. لك هدول شو شي بضحك؟ قولي لحدا اضحك سوا. يلا احكي لشوف. انا بعرفك انت وياها ومش واجهك، يعني بورجيكي والله لموتك، بكره بنشوف. وانت شو عم تصوري؟ شو عم تعمل يعني عم تصورنا؟ اطلع شوف شي بشني. صوري صوري. يلا صوريهم صوريهم. لك انت لا تصوري، لا تصوري، عم قلك. يا براك بس صوره واضحكي. ما رح اضحك، ما بدي ما بدي. عشان تضحكي وليه؟ بتعرفي شو؟ رح اضربك وكسر راسك، بتشوفي شو رح اعمل فيكي. خلص انتي عم تخانقي كتير. يلا لك بعد عني باريش، اوف تركني بحالي بقى. لك يا طويل. يا براك شو صار مع باريش؟ ما بعرف وما بيهمني اعرف شي كمان، سمعت؟ بحب قلك انا باريش. انت شو متوقع مني اني اشكرك يعني؟ ايه انا هيك متوقع. باريش الكل عم يطلعوا علينا. بس ثاني. بدك تخليهم يصوروا كمان؟
على شو عم تطلعوا؟ ديروا وشكن. خلينا نروح هلا. لك انت ما عم تفهم بالذوق، نزلني باريس، نزلني. اوغوز هون هون. سادات موجود. تفضل. شو هالجنان؟ شو يلي عم شوفه قدامي هلا؟ شو عم تعمل انت؟ انسي، صباح الخير. صباح النور، بس واضح انه ما صحصحته. طيب انسي، يا براك تاخرت شي اليوم ولا لا؟ اتركها للبنت واطلع لبرا. طيب بس ثانيه لاعطيها شنتايتها، فيها ثيابها وهيك شغلات. يلا انا طالع. موفقين. فيني فوت انسي؟ تفضلي. نحن لازم نحكي هلا، ما رح نأجل. يا براك ما بيصير هيك. شو اللي لابستي؟ تياب المدرسة معك هلا ولا لا؟ ايه معي انسي. روحي بسيون. يلا. حاضر انسي. عم تتخبي من علي يا براك؟ لأمتى رح تضلي هيك؟ يا براك خلص لا تعملي هيك. انت لا تعمل هيك، انت اللي جبتني لهون من الأساس. وشو الغلط يلي أنا عملته؟ أنا رايحة. وين رح تروحي يا براك؟ ما بعرف أبدا، يعني وين ما كان يكون. المكان اللي ما بدي زعل في علي ولا أي حدا، مكان ما في كذب بالمرة. شوفي، أنت رح تصيري مثل أنسي آيلة تماماً. باريش ما عم بقدر أتنفس هون. مثل كل مرة علي رح يطلع قدامي وواجهني ويخليني خبره الحقيقة كلياتها. لا مستحيل، أنا ما فيني أطلع بعيونه وواجهه ابنه. هلأ هاد همك الوحيد؟ كيف يعني؟ تحبسي حالك بغرفتك وتقولي ما بدك تروحي؟ كأنه في شغلات غير يلي بعرفها؟ ما أنا مهم انسى. كيف يعني بدي انسى يا براك؟ بقعد وبتفرج وبشوفك بهالمنظر؟ لا تشوف، لا تطلع باريش. مين طلب منك انك تشوفني حتى؟ وانت كمان بعد عني، خلص اتركوني. يا براك ما فيك تهربي، هاي النهاية، ما في أكثر من هيك. حاول، أنا رح ضل حاول ولآخر لحظة كمان. يا براك بس اسمعيني. باريش خلص جبتني لهون على المدرسة، لا تتدخل بشي تاني أبدا، تمام؟ يا براك، يا براك. علي، يعني ما صار الوقت لسه؟ أنا لازم أروح. خلص حاجة يا براك، لا تزعليني وتزعلي حالك. أنا بدي أروح علي. إلنا كلنا مع يا براك، ويا براك معنا كلنا. ما بتتذكري؟ إذا بدنا نعمل شيء، نعمل هذا الشيء سوا. هلأ خبريني، احكي شو مخبي عني وشو ما كنتي مخبية، بدي أعرفه. باي علوش. يا براك، يا براك. ولا يهمك، ما تخافي، ما في ولا أي مشكلة. كان في جنبي وحدة هون. وينها؟ الممرضة؟ ما
كمان كتير خايفة منها. ليش؟ كانت عم تحط مثل لحدا من الطلاب، وكانت الإبرة اللي بإيدها كتير كتير كبيرة وبتخوف عن جد علوش. هي هون هلأ شوي بتجي لعندك. إلي اللي بدك أي شيء مني؟ بعدها عم توجعك؟ هي ما عم توجعني بس عم تنقز علي كل فترة والتانية. ليش؟ أنا بعرف هالنظرات رح تخليني أرجع أحضنك. بس رح تتوجع. لا لا تعالي. تمام، معناها بس تتوجع بتخبرني دغري، وعدني. تمام بوعدك. هلا رح توجعك. منك ما بتوجع، أعطيني إيدك. ليكي مو موجوعة؟ إيه. علي؟ قلبك رجع يدق بسرعة، شو صار؟ الممرضة هي قالت يا براك إنه أبرة وهالحكي، فأنا خفت شوي يعني. بس يعني أنت كمان خفت؟ إن شاء الله ما ترجع. الحمد لله على سلامتك. أنا هلأ بدي أرجع أفحصك، لو سمحت انطر برا. يلا فورا. ممكن تتسطحي؟ عم أهلك، عم أهلك. ما في شي بيخوف، هي مو أكلة وكمان متوترة شوي، حطينا لها هلأ مصل لنخليها ترتاح. شكراً لك. سلامتها. علي، ليك أنا بعرف إنه عندك كتير أسئلة، بس مو وقتها هلأ. إيه عن جد. وأنت لا تزعل، ماشي؟ خلص كله رح يتصلح. أنا أصلاً استسلمت، ما ضل عندي شيء أغلى من يا براك أبداً. أكيد، خلونا هلأ نفكر صح. برأيي لا تضغط عليها أكتر، ولا تنسى كمان يمكن هي لهيك متوترة. أنا قلت من أجلها، ما قلت بطلت، وكل شي بوقته حلو.